سائحون فيهتز غصن الندى في القلوب، نجدد إيماننا في الفؤاد ونفهم بالوحي ما نرى. الملك عبد الله في ذمة الله، باسمي وباسم كافة زملائي من سبي قناة خليجية أتقدم بالعزاء إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وإلى ولي عهده الأمير مقرن بن عبد العزيز، وإلى ولي عهده الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز في وفاة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز. كما نتقدم أيضا بالمبايعة للملك سلمان بن عبد العزيز أنا وكافة زملائي في محطات خليجية، وأيضا بالمبايعة للأمير مقرن بن عبد العزيز لولي العهد، وأيضا لولي العهد نبايع الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز. وهذه أستغل هذه الفرصة لتقديم المباركة للأمير محمد بن سلمان بالثقة الملكية الكبيرة في تعيينه لوزارة الدفاع، وزيرا لوزارة الدفاع، و أيضا مستشارا خاصا لخادم الحرمين الشريفين ورئيسا للديوان الملكي. السعوديون وحديث الساعة هو موضوع هذه الحلقات الخاصة التي نستضيف فيها مجموعة من الضيوف. ضيفي في هذه الساعة هو الشيخ الدكتور عايض القرني. باسمكم أرحب بالشيخ عايض، حياك الله شيخ. سلمك الله أخي عبد الله، وشكرا لك على هذه المقدمة الضافية الشرعية، وأسأل الله سبحانه وتعالى باسمه الأعظم الأكرم أن يرحم الملك عبد الله بن عبد العزيز، وأن يتغمده برحمته، وأن يحسن عزاءنا وعزاء أسرته وأهله وشعبه وجميع المسلمين. وكما تفضلتم نبارك لخادم الحرمين الشريفين الأمير سلمان ونبايعه، وقد بايعناه مباشرة قبل أمس، والأمير مقرن والأمير محمد، ونبارك الأمير محمد بن سلمان على الثقة أيضا وعلى تولي هذه المناصب الهامة في هذه الدولة، وفقهم الله جميعا لما يحب ويرضى. نعم، في البداية أنا أريد أن أتحدث معك عن وحدة العلماء والدعاة والمشايخ. لاحظنا أنه هناك اتفاق كامل بين العلماء الكبار والعلماء الذين دونهم والمشايخ والدعاة في هذا الحدث. الكل نفس الرؤية، نفس الحديث، نفس الإطباق التام على الترحم للفقيد الملك عبد الله، المبايعة للملك سلمان، المبايعة لولي العهد. أبدوا ارتياح كبير لمبايعة أو تعيين الأمير محمد بن نايف كولي لولي العهد. ما هو السر خلف هذه الوحدة، وكيف تقرأ وحدة العلماء والدعاة والمشايخ في هذا المشهد؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، فكما تفضلتم، أصل سر المسألة أن الدولة دولة شرعية، دولة إسلامية منذ عقدها الأول في الدولة السعودية الأولى، وهي قامت بعقد شرعي بين الإمام محمد بن سعود والإمام محمد عبد الوهاب. فالدولة دائما تلحظ هذا الملحظ، أنه لا بد أن تكون هناك بيعة شرعية، لأن دولة إسلامية تقوم بالكتاب والسنة، ويتبايع أهل الحل والعقد، وفي مقدمة أهل الحل والعقد هم العلماء كما قدمهم سبحانه وتعالى في كتابه، وقدمهم رسولنا صلى الله عليه وسلم. ولهذا العجيب، حضرت المبايعة في قصر الحكم، وإذا الناس حتى العلماء من كثرتهم والقضاء وطلبة العلم لم توجد لهم أمكنة، ورأيت أنا تابعت التواصل الاجتماعي وما يكتب، وإذا الجميع كما تفضلت من كل، حتى من بينه خلاف فرعي في مسائل أو له تحفظ مع عالم آخر، لكنهم يجمعون على أن البلاد الشرعية والبيعة الشرعية لا بد منها، لأنها صمام أمان للبلاد، ولأنها طلبت منا أن نبايع من ولاه الله أمرنا على كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. والعجيب أنك تلاحظ كما في ليلة واحدة نودع ملكا رحمه الله، ونستقبل ملكا بلا انقلاب ولا دماء ولا أشلاء ولا صواريخ ولا ضجيج، بل بهدوء تام. وهذا بحفظ الله، من حفظ الله لهذا الحرمين، لأهل الحرمين، ومنها تطبيق الشريعة في الجملة للدولة، وأنها قامت على رسالة واضحة للعالم. هي رسالته تلخص في العلم، العلم السعودي يحمل رسالة ملخص الرسالة. ولهذا أنا سرني في قصر الحكم مسائل، منها أن كلمة طبعا سماحة المفتي الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، أنه يعني نص فيها أن هذه الدولة قامت على كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم إنه نصح ودعا لخادم الحرمين الملك سلمان
بن عبد العزيز، ودعا للأمير مقرن وولي العهد الأمير محمد بن نايف، ومنها أنه نبه على البيعات الشرعية ومفهومها. ولذلك أنا سوف أقولها بالمناسبة، لأن بعض الناس يتساءل ويسألون في تويتر وفيسبوك يعني يخبرونا وش ما هي البيعة الشرعية هذه وما أصلها. نقول البيعة الشرعية في الإسلام هي للحاكم الشرعي إذا تولى على المسلمين، فإنه يبايع أهل الحل والعقد. وهم يقول لماذا أنتم ما بيعتوا كل السعوديين؟ أهل الحل والعقد هم أهل العلم، الأمراء، الوزراء، الأعيان، الكتاب، مجلس الشورى، الذين لهم تأثير. والمناطق الأخرى يبايع الآن الأمراء نيابة عن خادم الحرمين الشريفين. الأمر الثاني أن البيع هي على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى نطقنا وقلنا نبايعك على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما استطعنا. ويحصل بهذه البيعة أنها تجمع أمر المسلمين. لذلك بالمناسبة أخي عبد الله في صحيح مسلم قبل قليل وطالع يقول صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم. لك موقف خاص، لك اعتراض، جتك مظلمة، لكن لا تغل على هذا، ولا تجد غش ولا تجد حقد، بل تبرئ الذمة في ذلك. أولها الاعتصام بحبل الله، إخلاص العمل لله. ثانيا مناصحة ولاة الأمور فإن دعوتهم تحيط من وراهم. ثالثا لزوم جماعة المسلمين. ولهذا أمرنا في الإسلام أن نبايع من وله الله أمرنا وأصبح هو الوالي الشرعي. وهذه البيعة تعرف من عهد الملك عبد العزيز سلكت مع العلماء ثم الذين بعدهم حتى انتهى الحال إلى هذا الزمن. وإني أقول بالمناسبة إن البيعة الشرعية تحمل رسالة، وهي رسالة أن أهل الحل والعقد هو ليس كما تعرف الذين كتبوا في الديمقراطية أنه أو الذين تكلموا في الخلافة، هذا شيء آخر. هذا البيعة الشرعية تقوم لملك شرعي إمام للمسلمين على الكتاب والسنة، قال بها العلماء. وقد نص ابن تيمية على هذا في مسائله، قال الخلفاء أصلا العباسيين كانوا ملوكا من عهد معاوية، وبيعوا بيعة شرعية بايعهم العلماء للعلم والعقد. فسلمت، يقول، تأمنت الطرق وسلم الناس من الفتن وعصمت الدماء وأقيمت الحدود في الجملة وقام الشرع وقام الجهاد بهذا. حتى أنه يقول هو في منهاج السنة أن الذين يلعنون بني العباس، خلفاء بني العباس وبني أمية، يقصد الطائف تعرف الضالة، وسوف يمنون إن شاء الله بعدين بمهدي منتظر دخل في عمره 7 سنوات. قال: حصل من هؤلاء على أنكم تقولون فيهم جور وفيهم زور أو فيهم كذا، من إقامة الشريعة وإقامة الحدود وجمع أمر الأمة والسلامة من الفتن. ولذلك انظر في واقعنا في السعودية الآن، الناس يتخطفون من حولنا، والدول تقوم في فتن وفي انقلابات وفي اضطهادات، وتدمر البيوت وتمزق الناس وتحترق المنازل، ونحن في أمر. الآن تذهب بسيارتك ولو حتى ليس عندك مسدس ولا عصا من طريف إلى جيزان، وأنت في، لأن في أمن، في دولة قائمة، في نظام قائم، ثم نظام يعلن للناس يقول تراني نظام إسلامي أنا شريعتي. وفي كلمة الملك سلمان خادم الحرمين وفقه الله أعلن صراحة أن دين الإسلام وأننا قائمين على الشريعة وعلى الكتاب والسنة، هذا ما يقبل أي تأويل. وأنت تعرف أن هذه الرسالة. ولذلك يقول بعض الناس أشوف الكتاب من غير السعوديين: ما هي رسالتكم أنتم السعوديين وما هي رسالتكم بها السعوديين؟ حنا رسالتنا ما هي باقتصادية، فاقتصادية كلك، حتى كوريا بشرك عندها اقتصاد، والقابون عندهم اقتصاد، وبوركونا فاسو في اقتصاد، ولا فكرية. كيف فكرية؟ هي فكرية إذا كانت مثلا فكر آخر، فكر أرضي مثل ماركس أو مثل لينين أو ستالين، أو يقولون مثلا رسالة أدبية. ما عندنا رسالة أدبية، مش يعني سوق عكاظ. عندنا رسالة واحدة مكتوبة في العلم: لا إله إلا الله محمد رسول الله. نحن قمنا جميعا ملكا وشعبا وعلماء وعامة وجنودا على حماية الدين، رسالة الدين، حفظ الدولة. أول بند من بنود من تأسيس الحكم، أول معلومة، أول فقرة: الدولة إسلامية تقوم على الكتاب والسنة شرعية. هذه هي الرسالة، دستور القرآن والسنة، دستور الكتاب القرآن والسنة. ما أبغى بعض الكتاب يجي يلف يمين ويسار يقول الحمد لله أمر مشترك وحنا دولة طبعا عصرية ودولة ونحن دولة حضارية، نحن ونحن نريد نواكب الزمن ونريد نتطور، لكن الإسلام هو معنا، رسالتنا الإسلام. الآن اليهودية إسرائيل تعلن دولة يهودية ولا ترضى أصلا، وتطلب من الفلسطيني وهي محتلة الآن أنكم تعترفون دولة يهودية وهي على دين باطل محرف.
فكيف بدولة محقة بل ترفع رأسها ويقول الملك لنا نحن دولة إسلامية ونحن نقول نحن بايعناك على الإسلام وهذه دولة شرعية ولكم البيعة سرا وجهرا وما فيه كلامنا صريح واضح هذه بيعة شرعية يلزم الناس عامة وخاصة أن يتقيدوا بها ومن خرج عنها فهو آثم حتى لو ما بايع شخصيا لأنه بايع عنه العلماء وبايع عنه الأمراء والوزراء والأعيان فهذا الذي أريد أن أقول في هذه المسألة نعم لكن قضية الآن التحديثات الموجودة يعني النظام الديمقراطي والدولة المدنية وإلى آخره هل يمكن أن تكون هذه الأنظمة هي أنظمة شرعية تتفق مع الشريعة أو النظام الإسلامي هو نظام واحد لا يمكن أن يكون له أكثر من خيار أنا أذكر في السنوات مرة في رمضان قابلت معك في هذا فكنا نتكلم عن نظام يعني أظن عشان الثورات أو شيء وغيري قال ذلك أقول إن الإسلام أتى بالعدل والشورى في القرآن لكنه لم يفصل الدولة تفصيلا وقد سبقني علماء الذين كتبوا مثل مورو تكلم عن هذا الطاهر بن عاشور غيره الدولة يعني في القرآن والسنة لم يتكلم عن رئيس الوزراء ووزير الخارجية والمكل الديمقراطي ولا شيء تكلم عن العدل الحرية المساواة الشورى أن يكون الحاكم هذا فإذا تولى حاكم يحكم بأمر الله سبحانه وتعالى قد يدخل نظام ديمقراطي في مجلس الشورى في مثلا في 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 بعض مفاصل الدولة لكن مطلوب منه أن يحكم بما أنزل الله ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون معروف كذا أن تكون الشريعة الدستور كما أعلن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان عبد العزيز الثاني يكون الأمر شوري فهل الحل والعقد الثالث أن يكون هناك عدل وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل وأن يكون هناك حرية يعني حرية في حدود الشرع وأن يكون هناك مساواة وإعطاء الحقوق اللي يدخل فيها لكنه لم يأتي أحد يقول ترى الحكم في الإسلام مثلا أنه أن بعض الدول التي تتفعل يعني تفعل الإسلام لكنها تأتي ترى أن الديمقراطية لها حل أو تأتي هذا مبحث طويل لكن قصدي نحن لا هو الفكرة الأساسية أنه لا يوجد صيغة واحدة هي الصيغة الإسلامية للدولة لكنه يجب هناك مهام أساسية للدولة أن تكون فيها صدقت الـ كما تفضلت الشريعة والعدل والشورى والشورى الحرية والحرية والمساواة نعم. هذه الأركان يجب أن تكون كل يعني أن تكون موجودة في أي نظام أي دولة نظام إسلامي يقوم لابد يقول هذه الخطوط العريضة حتى أنه قد يختلف قد تسمي إنسان أنك تسمي مدير رئيس وزراء قد أنت تختار أن الناس مثلا في مجلس الشورى انتخاب أو تعينهم تعيين لكنك أمامك هذه الأهداف لابد تفعلها أن تكون الإسلام أن تحكم بالشريعة إذا ما حكمت بالشريعة أجلست دولة شرعية طيب لا لما يطبق أو يكون الأكثرية وعامة أهل الحل والعقد مجمعين أو متفقين الغالبية منهم ويشد يعني مجموعة بسيطة من الناس هنا أو هناك هل يعتبر له كلام من شد له قيمة وله وزن في هذا الحديث؟ في الإسلام البيعة الشرعية من شد في النار يقول صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من أتاكم وأمركم جميع يعني جميع بايعنا يريد أن يفرق كلمتكم فاضربوا عنقه بالسيف كائنا من كان لأن معنى أنه يريد هدم الكيان يعني طبعا ما يطلب في كل احد انه لا بد يجمع كل الناس ولا بد يحبون انا الواحد الاحد ما اجمع الناس على يعني على عبادته سبحانه وتعالى هو الذي خلقنا ورزقنا حتى يقول في صحيح البخاري يسبني ابن ادم في الحديث القدسي يعني حتى رسول هدى صلى الله عليه وسلم ما اجمع الناس على اتباعي فيريد ان ندخل في كل قريه وفي كل محافظه وفي كل بند وفي كل دكان وبقال انت راضي ولا ما كنت راضي مو صحيح هذه دوله قامت على الكتاب والسنه واهل الحقل والعقد بايعوا ثم ان المصلحه اصلا لو سمح لكل احد أعطنا وجهة نظرك يا أخي أنت ما خلاص بتروح البلاد ويتمزق الشمل وتأتي الفتن وتأتي الطوام والعوام ولذلك فهم الخلفاء من عهد أن يقول مبارك فوري أبو بكر يعلن سياسته الجديدة يقوم على المنبر قاموا ناس قال عمر بن فوضهم نزل عمر من أبو بكر شوف تصور عمر بهيبة عمر وجلالة عمر في قدام الناس نزل على المنبر وأخذ الحيطة أبو بكر نزل وهز الحيطة عمر قال جبار في الجاهلية خوار في السلام قال فاتخذ قرار رجع قال والذي نفسي بيده لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه الرسول صلى الله عليه وسلم قاتلتم عليه قال وهذا أحسن قرار اتخذه في إدارة الأزمة أبو بكر الصديق لأنه لو قال على رأي عمر يقول عمر فلما رأيت أن الله شرح صدر أبي بكر عرفت أن الحق يعني كل واحد أعطونا وجهة نظركم خلاص بينشق الشمل وتتفرق الكلمة طيب ماذا إذا كان الجمهور من الناس باعوا حتى الحكم الديمقراطي تجد احيانا 42 و51 49 51 49 هم غاضبين ومع ذلك ماشيين يلزمون في الديمقراطيه ان يطيع 49 يطيع 51 بينما نحن الان تستطيع تقول اكثر من 90% والذي له غيظ اما غيظ شخصي او انه ما فهم الرساله او عنده شبهه حتى اكثرهم ليسوا من اهل العلم الشرعي فلذلك مثل بعض الناس الان يرى
أن الإسلام هو دين يكون خاص بنا، وش دخل الإسلام في البيعة؟ شوف وش دخل الإسلام بنا؟ يعني هم تفهمهم للإسلام أنه تعرف أنه دين شخصي للعبادات والسلوك، ما يعرفون ويقول إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فنحن نحمد الله سبحانه وتعالى على أن يعني على بيعة شرعية، وعندنا إمام يقوم بالكتاب والسنة، وأن أهل الحل والعقد حسموا أمرهم والحمد لله، وهذا أمر يعني يفرح ويشرح الصدر. ولذلك أنا وياك في الرياض ما كأن شيء حصل، إننا نترحم على الملك الراحل رحمه الله وأسكنه في سع جناته، وندعو الملك الحالي وولي عهده ولي عهده ولي عهده. إذا تحدثنا عن الملك عبد الله الفقيد الراحل، ما هي أبرز المنجزات؟ أنا أتحدث على الجانب الشرعي وعلى الجانب الديني، وأنت كيف شايف أبرز المنجزات اللي قدمها الملك خلال سنوات حكمه الماضية؟ أسأل الله أن يسكنه فسيح جناتي ويتجاوز عنه وأن يغفر له. هنا ملامح ووقفات وإنجازات لا تخطئها العين للملك رحمه الله عبد الله، منها الإنجاز الحوار، سواء الحوار الداخلي أو الخارجي، فتح نوافذ الحوار والتلقي بين سائر الحضارات والديانات، وهذا تعرف الحوار. الحوار منهج شرعي؟ الحوار منهج شرعي، وقد نص عليه في القرآن، يقول سبحانه وتعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. حتى غير أهل الكتاب هم منهج شرعي، أن نحاور الأمم، حتى حاور غير أهل الكتاب، فهذا منهج. منها تطوير الذي يلحظه الإنسان سواء في التعليم، في الوزارات، في البنية التحتية. يا أخي مشروع الحرمين سوف يبقى بصمة شاهدة للملك عبد الله غفر الله له ولوالديه، تجد الآن لم يمر في التاريخ، وشيء مذهل. يعني لابد أن يقف الإعلام العالمي عند افتتاحه قريب إن شاء الله، يفتتحه الملك سلمان، سوف يقف التاريخ أو الإعلام في هذا العصر وقفة أمام هذا المشروع، لأنه لم يظهر للناس الآن. فهذا الاهتمام في هذا المجال، يعني مجالات تطويرات في القضاء، في التدريس في الجامعات، كان تعرف الجامعات الآن أصبحت الجامعات في غالب المحافظات. نعم أستاذنك باتصال هاتفي معنا مع معالي الشيخ الدكتور عبد الله التركي، أمين عام رابطة العالم الإسلامي. حياك الله شيخ عبد الله. الله يحييك ويبارك فيك. ما الذي يمكن أن يقوله الشيخ عبد الله التركي في مثل هذه المناسبة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى يغفر لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ويأتيه أحسن الجزاء على جهوده العظيمة، سواء كانت في داخل المملكة أو في خارجها، في العالم الإسلامي، في خدمة الحرمين الشريفين، في التضامن الإسلامي، في الحوار بين أتباع الأديان والثقافات من أجل التعاون والاستقرار والأمن والبعد عن الصراع بين الأمم والشعوب، وجهوده في هذا عظيم، نسأل الله أن يجزيه أحسن الجزاء. وفي نفس الوقت عزاؤنا أن تولى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز هذه المسؤولية، والملك سلمان بن عبد العزيز من خلال معرفتنا به وعلاقتنا به منذ سنين طويلة له تجربة كبيرة في داخل المملكة، في مناطقها، في جميع شؤونها، رفع من شأن عاصمة المملكة العربية السعودية الرياض وجعلها في مصاف مدن العالم، وهي ملتقى لأبناء المملكة وحتى لغيرهم في مختلف المناسبات، له إسهاماته العظيمة في الجمعيات الخيرية، في العمل الإنساني في مختلف مناطق العالم، في المراكز والمساجد في أوروبا وفي غيرها. ولا شك أن البيعة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي العهد هي عزاؤنا في وفاة خادم الحرمين الشريفين الملك خالد بن عبد العزيز آل سعود. لا أريد أن أتحدث كثيرا عما أشار إليه الأخ الكريم الشيخ عايد القرني، فقد أشار إشارات جيدة إلى المملكة ورسالة المملكة وخصوصية المملكة، لكن هذه الخصوصية ينبغي علينا نحن أبناء المملكة أن نركز عليها في ثقافتنا، في تعليمنا، في إعلامنا، في مختلف المناسبات، سواء كانت هذه المناسبات وطنية أو عالمية.
نحن أصحاب رسالة ولنا خصوصيات تختلف عن مختلف أنحاء العالم. قيام الدولة على الإسلام، تطبيق الشريعة، انطلاق الإسلام من هذه البلاد، انطلاق العرب من هذه البلاد، الحرص على الشأن الإسلامي والعربي والعالمي والإنساني، يعني هذه الخصائص ينبغي أن نعمقها في ثقافتنا وفي ثقافة أبنائنا، وأن يكون هناك حد كما يقال خط أحمر لا يجوز تجاوزه فيما يتعلق بخصوصيات المملكة ورسالتها والتفاف شعب المملكة حول قادتها. أشار الأخ الكريم الشيخ عايز جزاه الله خير عن العلماء ورسالة العلماء وما هو واقع في المملكة مما لا نجد في مختلف أنحاء العالم. هنا التحام وتكامل بين العلماء والقادة منذ تأسيس الدولة في عهد الإمام محمد بن سعود رحمه الله الذي أيد دعوة الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ثم في عهد الملك عبد العزيز الذي وحد أبناء هذه البلاد على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم إلى العهد الحاضر. العلماء والقادة والحكام والملوك والأمراء لهم رسالة واحدة، بينهم تضامن وتكامل في هذا الأمر. عقد البيعة عقد شرعي وأساسي في الحكم، وهو ملزم بين الراعي والرعية. الراعي عليه مسؤولية كبيرة تجاه أمته وتجاه دينه وتجاه ابن وطنه، وعامة الناس عليهم مسؤولية كبيرة في السمع والطاعة لولي الأمر والتعاون معه فيما يخدم الدين ويخدم الأمة ويخدم المجتمع. هذه القضايا في مثل هذه المناسبات نعم هي محزنة من حيث نفقد الملك عبد الله رحمه الله، لكنها أيضا تفتح لنا آمال عريضة للمستقبل بأننا في خير ومطمئنون على أمننا وعلى استقرارنا وعلى تكامل الشعب حول قيادته، وأن ما يحدث في العالم وبخاصة العالم العربي حولنا من فتن وطائفية ونزاعات سببه الأساس هو البعد عن الدين الصحيح. حينما ابتعدت تلك الشعوب والمسؤولون فيها ابتعدوا عن الدين واستوردوا ثقافات و أشياء بعيدة عن تاريخهم وعن دينهم حصلت الفتن والنزاعات والمشكلات. نحن في المملكة كما هو في النظام الأساسي للحكم، الدستور هو الكتاب والسنة، وعن أي نظام لا يجوز أن يعارض الكتاب والسنة. وخادم الحرمين الشريفين حفظه الله الملك سلمان بن عبد العزيز وله تجربته الطويلة ومتابعته لكل هذه الأحداث في مختلف المناسبات وفي خطابه الأخير وكلمته الأخيرة التي وجهها لأبناء المملكة ولغيرهم أكد على هذا الأمر. هذا شيء نعتز به ونفتخر به ونحمد الله سبحانه وتعالى عليه ونعتبره أعظم نعمة علينا في المملكة. نعم كما أشار أخونا الكريم الشيخ عايض أن الاقتصاد ليس هو الهدف الأساسي، و نحن هدفنا الأساسي حمل رسالة الإسلام وتبليغ هذه الرسالة وأنها رحمة للعالمين وتصحيح صورة الإسلام أمام الآخرين. الجهود التي تقوم بها رابطة العالم الإسلامي بدعم من قيادة المملكة وبخاصة قادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبدين رحمه الله في مسألة الحوار وفي مسألة لتصحيح الصورة الحقيقية عن الإسلام وبعده عن الإرهاب وعن التطرف، لا شك أن هذا ينطلق من رسالة الإسلام الحقيقية ومن أن المملكة العربية السعودية تسير وفق هدي الله. هذا المجال ينبغي أن نركز عليه، وكل العالم بما فيه غير المسلمين ينظرون للمملكة نظرة متميزة لأنها هي مصدر الرسالة الإسلامية ومنطلقها، وهي قبلة المسلمين وهي الدولة الرائدة والقدوة في الوقت الحاضر. ونتطلع إن شاء الله إلى أن تحذو كثير من الدول الإسلامية والمجتمعات الأخرى حذو المملكة حتى تخرج من أزماتها ومشكلاتها والفتن التي تواجهها. هذه المناسبة تذكرنا بقيام هذه الدولة بتلاحم العلماء مع القادة، بأن البيعة حكم شرعي وأساسي في نظام الحكم في الإسلام، وأن على الشعب السمع والطاعة في المنشط والمكره والتعاون مع القادة، وأن على الراعي والقائد
الحرص على شعبه، الحرص على تطبيق الشريعة، الاهتمام بالأمر الإسلامي العام الذي هو رسالتنا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يصلح أحوال المسلمين أينما كانوا، ولنا إن شاء الله أمال كبيرة وعريضة وقوية في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي عهده وكل الأمراء والعلماء والوجهاء في المملكة، كلمتهم واحدة والحمد لله. وهذا أبرز نعمة نمر بها نحن المملكة ونتميز بها عن غيرنا. شيخ عبد الله، أنا أريد الله التوفيق. شيخ عبد الله، أريد أن أسألك أنت، بحكم أنك أمين عام رابطة العالم الإسلامي، الدعوة الإسلامية في الخارج وخاصة التي تدعمها السعودية بعد أحداث 11 من سبتمبر انكمشت وانكفأت كثيرا على نفسها بحكم أو بوضع الظروف العالمية، ما الذي يمكن أن يكون من عهد جديد في عهد الملك سلمان، خاصة بحكم قربك وموقعك في رابطة العالم الإسلامي؟ ما الذي تتمناه من الملك سلمان في هذا الملف تحديدا؟ أولا، الرابطة بعد أحداث 11 سبتمبر وبدعم من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله رحمه الله، وقبله خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز رحمه الله، قامت بجهد كبير بعد أحداث 11 سبتمبر في تصحيح الصورة الحقيقية عن الإسلام، وأن ما وقع لا يمثل الإسلام ولا يمثل المملكة. قامت بوفود لمختلف دول أوروبا، للولايات المتحدة الأمريكية، للدول الأفريقية، للدول الآسيوية، عقدت المؤتمرات، عقدت الندوات، أصدرت البيانات وكثير من الأبحاث، ونجد الحمد لله أن هناك جوانب إيجابية قوية وهناك تقدم. ولا شك أن مخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله يدرك حقيقة عن رسالة المملكة وما ينبغي أن تقوم به الرابطة وغير الرابطة من المؤسسات الإسلامية في تصحيح الصورة الحقيقية عن الإسلام وفي مواجهة التطرف والإرهاب. منذ شهر كانت لي جولة في النمسا، في أسبانيا، في بلجيكا، وندوات مع غير المسلمين للحديث عن قضايا الإرهاب والتطرف وموقف المملكة وموقف الإسلام من هذا الأمر، وكثير منهم الحمد لله نجد لديه قناعة، نحتاج المسألة إلى مزيد من الجهد والتعاون والتكامل بين الجهود الإسلامية حتى تؤدي الثمرة المرجوة، ونحن إن شاء الله متفائلين. نعم صوتك انقطع. ونحن متفائلون إن شاء الله خير. نعم إن شاء الله. شكرا لك معالي الشيخ عبد الله التركي على هذه المداخلة. شكرا لك يا عبد الله على جهدك، وشكرا للشيخ عايض على جهده، ونسأل الله أن يجعل العمل كله خالصا لوجهه الكريم. شكرا جزيلا لك معالي الشيخ. أرجع إلى النقطة التي تحدث عنها. الملك سلمان بن عبد العزيز افتتح في عام 81 مسجد الملك عبد العزيز في مربية في إسبانيا. هذا المسجد له جهود كبيرة، وكانت تعرف الأندلس وغياب الأذان في فترة طويلة، فكانت هذا المسجد نقلة. اليوم والملك سلمان يصل إلى سدة الحكم في السعودية، ما هو الدور المتوقع أو المنتظر للسعودية خارجيا في نشر الدعوة؟ تحدث المعالي الشيخ عبد الله التركي عن موضوع تصحيح صورة الإسلام، هذا جانب من الجوانب. ما هو الدور الآخر غير تصحيح صورة الإسلام اللي هي متعلقة في موضوع الإرهاب؟ أولا نشكر معالي شيخنا شيخ الجميع معالي الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي الذي هو أستاذ في هذا المرحلة، وقول كلمة حق إن إذا افتخرت السعودية في العصر الحاضر برجالاتها تفتخر بالشيخ عبد الله التركي في تجميل صورة الإسلام وتحسين صورة المملكة العربية السعودية في الداخل والخارج. نحن عرفناه ونحن معه طلابا في الجامعة وفي الوزارة، فرأيناه أنه هو الذي يحمل رسالة العدل ورسالة الوسطية للإسلام، وهذه الشهادة التي سمعنا من معالي الشيخ هي لابد أن تكون مفهومة معلومة للخاص والعام، لأنها من رجل جرب المراحل الثلاثة، هو كان من رجال الملك فهد ومن رجال الملك خالد ورجال الملك عبد الله ومن رجال الملك سلمان، فأسأل الله أن يزيده توفيقا وأن ينفع به جميع المسلمين.
أما ما ذكرتم حفظكم الباري، ذكرت أنت مسجد الأمير سلمان في ماربي، أنا صليت معه الجمعة. مسجد الملك عبد العزيز. نعم، مسجد الملك عبد العزيز. وكان الملك سلمان خادم الحرمين يتحدث في غالب أوقاته وجلساته، وقد جلست معه مجالس كثيرة، عن رسالة الإسلام وأن شرفنا الإسلام. مرة دخلت أنا الدكتور محمد الهاشمي وغيره، فكان علم السعودية خلفه في قصر الحكم، فيقول الهاشمي له هذولا الذين الهاشمي التونسي التونسي حق المستقلة، نعم، يقول هو كان أمير الرياض، هذولا الذين في مجلسك أظن من مناطق متعددة أو من رياض يعني. قال بل كلهم من الرياض الوسطى ومن الشرقية والغربية والجنوبية. قال شوف يا محمد، الذي جمعنا هو هذا العلم، لا إله الله محمد رسول الله. فالرسالة عنده واضحة تماما، ما عنده أنصاف حلول الأمير الملك سلمان، يعرف أن الرسالة هذه لابد رسالة أن العلم هي لا إله إلا الله، لا إله الله محمد رسول الله، لابد أن تقدم برسالة كما تفضل معالي شيخنا الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. رسالتنا للعالم هي موجودة في العلم، أن ندعو الناس إلى عبادة الله وتوحيده، لكن بالطريقة الشرعية، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. والملك سلمان دائما في كل المناسبات يقول إن أساس نحن وجودنا والسبب الشرعي لوجودنا والعلة هي قيامنا بخدمة هذا التوحيد، بنشر رسالة الإسلام، بمحافظة على رسالة الإسلام. يعني مسألة مصيرية محسومة، ما تقبل رأي ثاني، هو القول الأول الفصل هنا. ولذلك أنا متفائل خير مع وجود الرجالات كمعالي الدكتور عبد الله التركي وغيره، في أن نحن نوضح للناس الذين يتهمون الإسلام بالتطرف والإرهاب، نقول ها هو ديننا دين الرحمة. إذا كان عندنا سفهاء أو كفر من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، هو صاحب الرسالة، يعترضون عليه مباشرة عليه الصلاة والسلام في الصحيحين. يعني أحد الناس يقوم أمام الرسول صلى الله عليه وسلم صاحب الشريعة يقول اعدل، قال أنا، يقول صلى الله عليه وسلم يعني أنت خاطبني، خبت وخسرت، إذا لم أعدل من يعدل؟ باقي أحد بيعدل بعد صلى الله عليه وسلم؟ يعني بيرجع في ملك أو قاضي بيعدل؟ قال ما تأمنوني وأنا أمين من في السماء، يقول الله استأمني على رسالة، على شريعة، على كتاب وسنة، أنت ما تستأمني على بقر وغنم وإبل أوزعها؟ يقول الشريعة الله استأمني. فنحن أمناء يعني خدام، ينبغي أن نكون صادقين، والخادم يكون عادل، يعني خادم الشريعة يكون عادل. وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس، الشاهد على الناس يكون رحيم ورفيق. وأنا بالمناسبة أذكر كلمة الأمير سلمان قد وضعها في جامعة الملك سعود الشيخ الإسلام تيمية، وهي جميلة ورهيبة وخطيرة، وأريد الدعاء يحفظونها هذا اليوم. يقول شيخ الإسلام إن الرسالة الدعوة إلى الله تقوم على العلم بالحق والرحمة بالخلق، العلم بالحق والرحمة بالخلق، فهي تختصر كل المحاضرات واللقاءات. أنا أقول يا دعاء يا علماء يا مشايخ، الدعوة إلى الله كما يقول شيخ الإسلام تيمية هي العلم بالحق، يعني الوحي المنزل، والرحمة بالخلق. ولو فعلنا ذلك والله يا أخي ما تصادمنا مع الحضارات، وما نشبنا مع الدول، وما جرينا قواتهم إلى المنطقة العربية والشرق الأوسط، لأنه يعني يجر من جره سفهاء قوم، وحل بغير جانه العقاب. فنعوذ بالله من عدم الرشد من بعض الناس الذين لم يفهموا رسالة الإسلام، لأن رسالتنا عالمية من أول يوم. ينبغي ليست السعودية، السعودية لأن هي الحامية دولة الإسلام، ينبغي أن يعلم القاصي والداني أن مهمة السعودية هي رسالة الإسلام وإسعاد الناس، العلم بالحق والرحمة بالخلق. نعم. دور الدعاة في الدولة الحديثة أو في الدولة، يعني خلونا نقول في الدولة السعودية، دولة العلماء، دولة المشايخ، ما هو الدور؟ هل هناك دور سياسي معين يقوم به العلماء في هذه الدولة تحديدا؟ ما هو الدور؟ يعني احنا الآن وش دور العلماء والمشايخ تجاه هذه الدولة؟ الدور هو الذي يقومون به الآن هو الدور المطلوب منهم، قاضي في محكمة، هذا دوره، يكون قاضي في محكمة، ما ينتقل يكون يعني في سلاح الحدود مثلا، ولا يكون في الدفاع المدني، هو دوره كذا. العسكري الآن قائم، يقول صلى الله عليه وسلم فمن كان في صحيح البخاري في الحراسة في الحراسة، ومن كان في الساقة في الساقة. دور الآن الكاتب، دور الأستاذ في الجامعة هو دوره الشرعي الآن، لأنه يعني يطيع الله ويطيع الرسول وولي الأمر. دورك أنت الآن إعلامي ناجح تقدم رسالة الإسلام من خلال رسالتك، فأنت طائع لله ثم طائع لولي الأمر، هذا دورك. لأن بعض الناس الآن يقول لا بد أنه يشارك في كل في صنع القرار، ما هو صحيح. يعني صنع القرار له أهل الحل والعقد، وهل له المشورة الذين يشاورهم؟ ولذلك في الإسلام يقول وشاورهم في الأمر. ليس عندنا مثل يقول محمد إقبال أن الديمقراطية هي تجعل دماغ 200 حمار كدماغ حمار واحد، فهم يأتون بالمطبلين والفنانين والمزمرين ويقولون أعطونا أصواتهم. لا، في الإسلام أعطونا العقلاء أهل الحل والعقد. فالحاكم عندنا في الإسلام يقول سبحانه وأمرهم شورى بينهم وشاورهم في الأمر، يشاور أهل الحل والعقد، أهل التقوى، أهل العلم، أهل الدراية، أهل التأثير في الأمر. ثم الدور الآخر أن ننصح من ولاه الله أمرنا بالطرق الشرعية،
يعني ليس بالإثارة ولا بالتحريض، لكن نوصل له النصح، نقول كذا وكذا. أنا سماحة المفتي وأنا جالس ننتظر البيعة، وكان يعني بحضور معالي الدكتور عبد الله التركي، كان يقول للملك سلمان: ونوصيك بتقوى الله وباللطف وبالرعية. هذا كلام يسمعه أمامه، وهذا منطق الإسلام يأمرنا. وكان عمر يسمع هذا من الصحابة رضي الله عليهم، ويقول جزاكم الله خير ويشكر لهم ذلك، منها الدعاء لهم. فنحن لا نطوي، يعني عندنا ظاهر وباطن البيعة الشرعية، يعني ومن يعني من مات وفي عنقه بيع ولم يكن في عنقه بيعة بات ميتة جاهلية، في يعني في وال مبايع شرعا ويرفض إنسان أن يبايعه لا سرا ولا جهرا، هذا معناه أنه انحرف يعني اتجاه. لكن دائما يعني أو كثيرا ما تحدث هناك خلافات بين بعض الدعاة وبين الدولة أو الحكومة، في يعني فترة التسعينات كان هناك، في فترة الألفين كان هناك، في بعد الربيع العربي كان هناك خلافات. حتى أنت يمكن عاصرتها بعض هذه الخلافات، كيف تكون؟ يعني مرة تقول أنه لا، هو في قضية أنه إعطاء الشرعية للدولة، المناصحة للدولة، لكنه أحيانا الاختلافات تؤدي إلى نزاع قد يكون واضح أيضا أمام العالم. هو لا يعني لطاعة والي الأمر أنه يكون الناس يعني محبون لكل قرار يصدر. أبو ذر رضي الله عنه اعترض على عثمان في قرارات، ولكنه رفض أن يشق الطاعة، قال الخلاف شر. ابن مسعود كان يرى القصر كما تعرف الجمهور، القصر في السفر. عثمان رضي الله عنه كما في الصحيحين لما وصل إلى منى أتم بالناس، فابن مسعود هو عالم بحر حبر أتم، قالوا تتم وأنت ترى، قال الخلاف شر، يعني ما أخالفه. فكثير من الصحابة كان لهم تحفظات. علي رضي الله عنه تحفظ على عثمان في متعب الحج، وعمران بن حسين تحفظ وفلان، ومع ذلك يرونه بيعة شرعية قائمة. بل إن عمر رضي الله عنه اعترض على أبي بكر في مسألتين كما مر معنا، ومع ذلك ضم قوله إلى قوله. فما معنى ذلك أنه يعني في الإسلام أنك لا يكون لعالم تحفظ أو له رأي يخالف، لكنه في عنقه بيعة لهذا الحاكم وهذا الذي ولاه الله الأمر، ولا ما هو مستطيع؟ ما يستطيع أيضا. حتى الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا، يقول ابن تيمية أنهم اختلفوا ولكنه لم يعنف المخالف على المخالف، وقد صلوا جميعا. والرسول صلى الله عليه وسلم لما اختلف حتى الصحابة في فهم نصه، قال: لا يصلي أن أحد منكم العصر في بني قريظة، صلى بعضهم في بيتي وصلى بعضهم في الطريق وصلى هناك في بني قريظة. فالرسول صلى الله عليه وسلم عذر. آخر ما قرأت كلمة لابن تيمية صباح اليوم لكتاب للشيخ خالد الزهراني بتقديم الشيخ صالح الفوزان، يقول ابن تيمية: مسائل الخلاف التي يسوغ فيها الاجتهاد فالناس فيها ثلاثة: إما مذنب مجتهد مصيب فله أجر، أو مجتهد مخطئ فله أجر، أو مذنب. قال: فالناس ما بين مأجور ومعذور ومغفور. فنحن في المملكة ما بين مأجور أصاب الحق أو معذور اجتهد، ولكنه طبعا الأصل الأصيل في البيعة وكذا، لكنه له فهمه الخاص. والدولة أصلا ما تلزم كل إنسان الآن تروح له في بيته تقول أنت موافق ولا ما موافق، راضي ولا راضي على القرار، ما. لكنه لا ينقض البيعة، لا يحمل السلاح، لا يحدث فتنة كما فعل الصحابة. اعترضوا على عثمان واعترضوا، ومع ذلك لم يشقوا يعني الطاعة، ولم ينبذوا يدا من طاعة، ولم يقوموا بتحريض الناس على عثمان رضي الله عنه. هذا أقصد كبار الصحابة. نعم. وفي عهد علي رضي الله عنه أيضا ابن عباس اعترض، يقولني قلت لعلي أربع مسائل وخالفني فيها جميع، ومع ذلك كان يقول: لا تخرج من المدينة، وخرج علي. قال: لا تطل بيعة فإن الناس سوف يبيعونك لو كنت في جحر ضب، فطلب البيعة. قال: لا تولي أبا مسلم، أبا موسى، موسى الأشعري، فإن عمرا داهية قرحا بازا قارحا. قال: فولاه خالفني. قال: وقلت له في المسألة الرابعة: لا تعزل أمراء معاوية، يعني أمراء عثمان قصدي. قال: فعزلهم في يوم واحد، ومع ذلك مضى معه، لأنه مبايع شرعية لهذا. يريد الناس اللي يفهموا أن البيعة الشرعية في الجملة، وأن معنى ذلك حفظ الأمن وحفظ الكلمة الاستقرار يعني. وحفظ الاستقرار وجمع شمل الأمة. أما من عنده رأي خاص، حتى الملك سلمان يعرف أن في الناس من عندهم آراء خاصة وفي العلماء، ومع ذلك يقبل الرأي، وهو رجل يعني تعرف قاري ورجل مثقف، والشريعة أصلا نصوص الشريعة تؤيد هذا المنحة، تؤيد هذا المنحة يعني اتجاه الخلاف، ويتسع صدور الخلاف كما قلت من كلمة ابن تيمية في الخلاف السابق. لا يعني يعنف أحد على أحد. أنت التقيت الملك سلمان عدة مرات ولك قصص معه، أنا أريد أن أتعرف على شخصية الملك سلمان من خلال اللقاءات التي التقيت فيها بها، يعني أنا أريد أن أعرفه أكثر. أنا أعرف أنه مهتم في التاريخ. أنا أذكر مرة من المرات كنت معزوم عندك وسمعته اتصل عليك يصحح لي
لشيء تاريخي في أحد كتبك، يعني أنت لو تذكرني فيه أنا ماني مذكرها كويس. أنت ذاكر لنا، أنا وياك كنا سويا اتصل بنا 4 مرات في صناعة النجوم، لي كتاب اسمه صناعة النجوم، وكان هو في أمريكا مع الأمير سلطان غفر الله له. فاتصل بي قال يا عاض عندك كتابك صناعة النجوم؟ يقول وصلني من دار الحضارة، هو قارئ حتى يقول قرأت كتابك لا تحزن 3 مرات وأنا قد أعلنت معك فيه. ففتحت قال افتح صفحة كذا وكذا، وأنت كنت جالس معي فيه، ففتحنا يقول مثلا شو من القراءة، قال أنت ذكرت سيرة علي لكنك لم تبين المدينة التي قتل في، قتل في الكوفة، لأنك كنت تتكلم في المدينة ثم قتل علي، وصدق. افتح صفحة كذا يمكن 4 أو 5 مرات. ودائما في الغالب إذا بالمناسبة هو له فضل الحوار لي ولغيري، أنا جئت الرياض وتعرف كنت موقف، وكان هذا الرجل العظيم الذي هو الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي أيضا له فضل، فقال أريدك أن تذهب أنت والدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي إلى الملك فهد لكسر الحاجز حتى تصل. من اللي قال لك روح أنت التركي؟ الملك سلمان. الملك سلمان. وذهبت مع شيخنا الدكتور عبد الله التركي إلى الملك فهد، فاستقبلنا استقبالا طيبا وحسنا، ووجدناه متبسما منشرح الصدر، وصالحت الأمور من بعد ذلك. الملك سلمان يؤمن بالحوار، لا يصنع أعداء يصنع أصدقاء، وهو أبسط الناس أن تصل إليه. يقول لي أمس رجل من الأعيان اسمه أبو عبد المحسن المطيري بن جبريل المطيري، يقول والدي شكى في منطقة عند محافظ ما استطاع أن يصل أو تعرض، قال فجاء الرياض فدخل مباشرة على الأمير سلمان، قال أسهل من أن أدخل على المحافظ في منطقتي دخولي على الأمير سلمان. فهو متابع دقيق ويؤمن بالحوار، حتى إذا اختلف معه في مسألة يقنعك بالتي أحسن أو يصل منك. ومنها أيضا الذي يعجبني فيه المتابعة لشؤون الناس، فهو يعزي ويسأل عن المريض ويسأل عن المشايخ وعن العلماء، يعني قريب من الناس، يعني ربما لو تسأل عن أي مشهور في منطقة نجد يعرف منه. ثم هم ملم بالتاريخ، المام عجيب، أنا لم أجده في رجل من رجالات الدولة، خاصة تاريخ الدول السعودية 3. ومرة أنا كتبت في الشرق الأوسط مقال عن الملك عبد العزيز، موجود المقال اسمه الملك عبد العزيز قائد الثورة، فقلت فيه كما يقول شاعر نجد بن دحيم، نجد شامت لأبو تركي وخذ شيخنا وخمرت عشاقة عقب لطمخ شومة، اتصل بي من أمريكا قال يعاظه بن دحيم بالتشديد، مو بن دحيم، مو بن دحيم، وترى بن دحيم كذا وكذا، وقال هذه القصيدة في مناسبة كذا وكذا، واعترض عليه في مسألة كذا وكذا. وف هو كان يعترض على إيراد البيت ولا ما كان، يعني كان البيت حساس ولا عادي؟ يمكن عادي، لكنه طبعا مناسبته يقول إن المناسبة توظيف البيت، لا هو مدح في الملك عبد العزيز بعد توحيد الدولة. فلا أدخل في التفاصيل، لا ودي تدخل في التفاصيل، ودي أسمع القصة دي. أنا القصة، أنا قال لي هو قال هذا البيت يعاظ هو ابن دحيم، ليس ابن دحيم من منطقته، ولكن أنت تعرف القصة. قلت له، قال أنا باقي أعلمك بالقصة إن شاء الله. فقال لي لكن دعني في أشياء أقول لك عن ملك سلمان بابر، يعني الأمانة الذاكرة، يعرف المشايخ الذاكرة العجيبة، يعني يذكرك بموقف مثلا قديم، مثلا في أزمة الخليج ذاكرته قوية الملك سلمان بلا شك، هو متفرد بهذا، كتب في الصحافة عن هذا أن تميزه بالذاكرة العجيبية، حتى بعضهم كتب الحديدية. يعني أذكر يعني يمكن 10 سنوات مرت، قال أما جيتني أنت يا عاض مرة من أبها وكلمتك عن شريط، يوم تكلمت في تامة الجنوب يعني. وأنا أحيانا كنت أقول إنسان ونسي التفاصيل هذه، وهذه أمر معلوم. ثم أنا أجي أسمع الناس قالوا ترى الأمير سلمان هو متميز بحفظ الحوادث والمسائل، منها الالتزام بالدوام، هو يدائم من 7 وينتهي 3، يعني معروف يأتي قبل كثير من الموظفين، وهذا يعرف العام والخاص، هذا ما هو بتسجيل معلومات الآن. لا، كل اللي الضيوف اللي استضفتهم وتحدثنا عن الملك سلمان كلهم تحدث عن هالجزئية، يعني هم أجمعوا على جزئيتين، قضية التواصل، قدرته العجيبة على التواصل، كثرة التواصل، وتحدثوا عن قضية الانضباطية خاصة في الدوام، أنه هو على خلاف كثير من المسؤولين في مثل وضعه، أنه لا كان يداوم بدري جدا ويفتح الصحافة من الساعة 7 إلى 8 يكون في مكتبه ويقرأ يتابع. هل ستنعكس هذه توقع على سلوك الدولة، على سلوك ال... هو الأمير سلمان في الدوام حازم، لا يقبل يعني مثل التسيب أو شيء، فلذلك هذا. ومنها أيضا روح حب القراءة دائما يشيع، وكان يقول أنا كتبت مرة مقال اسمه العرب لا يقرؤون، فاتصل قال أنا ودي تحفز الناس، ما هو جلد للذات، لا تجلد الذات كثيرا في الشرق الأوسط تعرف كما قال. وثم ذكر قال عندك
رواية عروس فرغانة قلت لها ما عندي بجورج زيدان لأني كتبت عن رباعية الخيام وأنا ما ذكرت هذا. قال يأتيك بها واحد من الإمارة فأوصلها عندي وهي عندي إلى الآن. فهو متابع بالأشياء. كان مرة كتبت قصيدة يوم تعرف أنا قالوا اعتزلت إيه؟ فدعاني قال أنت يوم كتبت رباعية الخيام وش أحسن ترجمة تروح؟ قلت فلان ترجم لها وفي ترجمة قال وأحمد رامي. قال أحسن ترجمة لها هي أحمد رامي الذي ترجم لها. فالمقصود من هذا أن القارئ هو أكثر الناس اتساعا للمعرفة وقبول للآراء، ولذلك أمرنا أن نقرأ. يعني ثقافة الحوار اللي تقوله ثقافة قبول الرأي الآخر هي تتوقع نتيجة من كثرة الاطلاعات على الثقافات المختلفة هو كثرة القراءة. أنا لم أجد في المسؤولين أكثر قراءة من الأمير سلمان، الكتاب معه دائما. لكن أنا موضوع الذاكرة مهم بالنسبة لنا، تعرف في كثير من خاصة الوسائل الأجنبية أو بعض المراقبين يشكك في موضوع ذاكرة الملك سلمان أو شيء. أنت تتحدث عن قرب عن هذا الموضوع. أنا أتحدث عن معرفة وعن قرب وقد وصلت علشان نتطمن عن كان قبل وفاة الملك عبد الله رحمه الله كان في المجلس يذكر بدقة التفاصيل وكلام أنه مثل الذاكرة ليس بصحيح، هذا ضرب من الزيف، بل وحاضر الذاكرة في أدق التفاصيل. الآن في اليابان قبل أشهر لما يتكلم عن طالب عتيبي قال أنت من الطلاب؟ قال أنا فلان بن أظن شلحة. قال الشاعر بن شلح هو من قرابتك ومن أسرتك؟ قال هي هو من أسرتي ومن قرابتي. ثم أخذ يتكلم عن تاريخ ذاك الشاعر، يعني أدق التفاصيل، يعني حاكم يحكم في دولة يعني هي قارة مثل أوروبا الغربية، ثم يأتي إلى رجل في قبيلة مشهور لكن في أسرة وشاعر قديم توفي قبل 60 سنة ويسأل عنه. عندنا أسر في الجنوب أحيانا إذا أتى أناس يسأل عنهم من آل فلان ويعرف تاريخهم ويعرف الأمير مثلا تتولى أمير في بيشة أو في مناطق في منطقة جيزان ويعطيك من خبره، فهذه بلا شك أنه تميز. هذا كتب كثيرا في الموضوع هذا. في صحيفة الواشنطن بوست قالت عمل الأمير سلمان حاكم للرياض بين عامي 63 و2011، وقالت الصحيفة أنه كان صارما في محاسبة الأمراء الذين يخالفون القانون. أنا أريد أن أتوقف عند هذا، طبعا تحدثت أو أريد أن أقف عند هذا النص، قضية أنه كان صارما في محاسبة الأمراء الذين يخالفون القانون. سأعود إلى هذه الجزئية لكن أستأذنك في اتصال مع مستشار الإعلامي لملك البحرين نبيل الحمر. حياك الله معنا أستاذ نبيل. الله يحييك وعظم الله أجرنا وأجركم إن شاء الله. ما الذي يقوله أهل البحرين في هذه المناسبة؟ في الحقيقة البحرين يعني من دون شك يعني فقدت أب وقائد كبير. الملك عبد الله ارتبط بالبحرين، وليس الملك عبد الله، العائلة المالكة السعودية منذ تأسيسها بالمغفور له الملك عبد العزيز، وحتى هذه اللحظة علاقة حميمة، علاقة ارتباط وثيقة. حينما تفقد المملكة العربية السعودية والدها الملك عبد الله فإننا نفقد والدنا أيضا في البحرين، وهكذا هي العلاقة بين البحرين والمملكة العربية السعودية من ترابط ومحبة. نعم، الأحداث الأخيرة التي حدثت في 2011 وموقف السعودية منها، ما الذي يعني الذاكرة يعني لن تنسى هذه العلاقة وهذه الترابط، لكنه الشعور في مثل هذه المناسبات عندما يحدث حدث جلل بالنسبة للمملكة بفقد، وأيضا عندما يأتي قائد بحجم الملك سلمان إلى السعودية، ما هي مشاعر البحرين كيف تكون في مثل هذه الأحداث؟ يعني البحرين دائما في قلب القيادة السعودية وأيضا في قلب كل الشعب السعودي. وقفة المملكة العربية السعودية، وقفة القيادة السعودية، وقفة الشعب السعودي الشقيق مع البحرين في ما تعرضت له من أعمال إرهابية وأعمال كادت أن تعصف بالمجتمع البحريني لولا قدرة الله ولولا دعم الأخوة في المملكة العربية السعودية وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين طيب الله صراحة الملك عبد الله بن عبد العزيز. هذه الوقفة الشجاعة التي أوقفت كل هذا التدهور
وهذا الهجمة الغير إنسانية حينما أوقفتها والتي كادت أن تدمر المجتمع البحريني. من دون شك وقفة الملك عبد الله أتاحت الفرصة لكل دول مجلس التعاون لأن تتحد في شخص واحد وتأتي بقوات درع الجزيرة والتي أوقفت كل هذه المشاكل التي تعرضت لها البحرين. نعم، بعد أيام قليلة ستنطلق قناة سعودية من البحرين وهي قناة العرب، كيف تنظرون لهذه القناة الإخبارية الوليدة؟ أنا من دون شك أول شيء أحب أرحب بهذه القناة قناة العرب، ومن دون شك سوف تكون إضافة إعلامية متميزة ليست على مستوى البحرين أو منطقة الخليج وإنما على مستوى العالم. وحسب اطلاعي على ما يتم إعداده من إعدادات يعني كبيرة وفنية ومهنية، سوف تكون هذه القناة إن شاء الله صوت للعرب كما هي باسمها وتحقيقها إن شاء الله. شكرا لوجودك معنا، كان معنا مستشار جلالة ملك البحرين. عظم الله أجركم يا أخي. شكرا جزيلا لتواجدك معنا أستاذ نبيل الحمر. أعود لك شيخ عايض القرني، كنت سألتك عن الحديث اللي ورد في صحيفة واشنطن بوست أنه الأمير كان أيام حكم الرياض كان صارما في محاسبة الأمراء الذين يخالفون القانون، تعرف هو أمين سر العائلة، وكان هذه الشخصية وقضية العدل في الرعية، كيف ترى هذا الأمر؟ أنا أقول كلمة حق أرجو بها ما عند الله سبحانه وتعالى. الذي عرفته أنا أن الأمير سلمان يحيل الناس إلى الشرع، هو يحاول الإصلاح وكذا حتى من الأسرة المالكة في قضايا الأمراء. تقدموا مع مواطنين قال الشرع يسعى الجميع. أنا حضرت بعض المجالس وكان في بعض القضايا قال مصيركم الشرع، وفي قضايا لأمراء مشهورين أحالهم إلى القاضي. ويخبرني أنا بعض القضاة مثل الشيخ إبراهيم الحسني هذا رئيس المحكمة ومثل غيره من المشايخ يعرفون قضايا، يقول أحال الأمير سلمان لنا بين رجل من الأسرة الحاكمة وكذا مواطن، يقول احكموا بشرع الله، ما عندي تدخل في هذا. فهو صارم في هذا الأمر ودائما يكرر يقول إن نحن تحت الشريعة، ليس لنا رأي، إذا أتى إلى الشرع فالشرع هو يحكم بين الجميع. الملك سلمان يقول الأسرة الحاكمة تحت الشريعة؟ نعم. أنت سمعته منه؟ أنا سمعته يقول كلنا. وحال كثير الآن القضاء الذين أخبرت بأسمائهم، الآن قاضي كان معي في الجلسة الحسني، هذا تقول الحسني هذا رئيس المحكمة في الرياض، هذا الشيخ وغيرهم من المشايخ القضاء الآن يقول يحيل لنا الأمير سلمان وغيره من القضاء كانوا يحيلوا لنا قضايا. الشيخ عبد المحسن العبيه كان ذكر قضايا حال لنا أمراء مع مواطنين قالوا حكموا فيهم بالشرع. اليوم العالم كان يعني أنت لو شفت قبور زعماء العالم هي قبور فيها منصات وفيها يعني اهتمام، القبر موجود يعني قبر الملك عبد الله وقبور الملوك السعوديين كلها موجودة يعني مثلها مثل قبر أي آخر، ما في مراسم حداد، العلم لا ينكس، الجنازة هي جنازة مثل جنازات الباقية، فقط ألغيت المهرجانات السياحية. كيف تعلق، هل هذا الأمر هو أمر يعني هذا الأمر الشرعي هل هو فعلا أمر شرعي ولا لا المفترض أن الملك تسعه الشريعة أن ينصب له يعني جنازة ملكية تليق بالحدث؟ أحسنت، سؤالك هذا مهم وخطير. وقفات، أولا عظمة الباري، كل شيء هالك لا وجه له الحكم إليه ترجعون. لا بد أن نقف وقفة هنا أن كل يموت وكل سوف يمرض ويرتحل إلا الواحد الأحد، كتب الموت على الكل فكم فل من جيش وأفنى من دول، فله العظمة سبحانه وله الكبرياء، ويجب أن نقف وقفة إجلاء له وتعظيم وانكسار له جل اسمه وتقدست أسماؤه. الثاني أن الشرع لابد أن نقف معه في مناسباتنا. العجيب أن العالم السعودي وأهل المصيبة هم السعوديون لا ينكس علمهم، لأن لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم في العالم، ولهذا أهل المصيبة ما نكسوا علمهم لأن الكلمة هذه لا تنكس أبدا، هي دائما مرفوعة. ثالثا الذي حصل هو أمر شرعي في جنازة الملك أن تكون عادية، أن تكون جنازة يعني ليس لها طبعا، وهنا في الإسلام عن السلق والحلق
والعويل وأن تتبع الجنازة بصياح وضجيج وكذا، كما بين عليه الصلاة والسلام، وبرئ من الحالقة والسالقة والشاقة كما صح عنه صلى الله عليه وسلم. أيضا أن لا ننصب القبور، أن لا نبني عليها، حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في حديث علي عند مسلم، قال أبو الهياج الأسدي قال لي علي: ألا أبعثك على ما بعثني الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قلت بلى. قال: ألا تدع قبرا مسرفا إلا سويته، ولا صورة إلا طمستها، ولا يكتب لا يرفع القبر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد. الآن قبر الملك عبد الله، بالمناسبة في رجل أعمال تعرفه أنت اسمه أبو عبد الملك عبد الله السمراني، يقول: كنت مسافر في الخارج، فلما أتيت ما حضرت الصلاة على الملك غفر الله الملك عبد الله. ذهبت أمس هذا الساعة 11 ذهبت إلى القبر، ليس عنده أحد كقبر أي فقير في الرياض، ليس عنده أحد، ولا وهذا أمر معروف. قال: ولم يميز عن القبور، فإن نهينا في الإسلام عن تشييد القبور أو البناء عليها أو وضع صورة، هذه تعاليمنا الإسلامية والحمد لله وجدت، وهذا يبين لنا بساطتنا في الإسلام، وأن أمة واضحة، وأن أمة منذ أن يولد المولود عندنا بل قبل الميلاد يتابع الحديث النبوي والسيرة والسنة إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى على شريعة محمد عليه الصلاة والسلام وعلى سنته. نعم. هو اليوم في يعني في أمانة جديدة توكل لوزير الداخلية الأمير محمد بن نايف، وهي ولاية العهد، وهو الملك الأول من الجيل الثاني، وأيضا الأمير محمد بن سلمان مهام كبيرة دخلت على الخط وهو في سن شابة. ما الوصية أو ما النصيحة أو ما الأمر الذي تود أن تقوله للاثنين ونختم به؟ أولا أقول للمحمدين مبارك، وأسأل الله أن يسددكم وأن يبارك فيكم. الأمير محمد بن نايف معروف بإنجازاته التاريخية في مسألة محاربة الإرهاب، مسألة العمل الدائم في الداخلية، يعني الوزارات الحاسمة المصيرية في البلاد، أثبت جدارته بسجله وتاريخه. فنقول مسدد يا أبا نايف، ونسأل الله أن يوفقك وأن يلهمك رشدك وأن يعينك فيما ولاك عليه والي الأمر. والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز معروف بفعل الخير، يعني مؤسسته مسك، أنا على اطلاع مع الشيخ ناصر القطامي ومعك أنت فيما تعرف بجهودها الخيرية وما علم عنه إلا الخير، ونسأل الله أن يسدده وأن يوفقه لما أسند إليه، يعني من منصب مهم في الدولة وحساس، وزارة الدفاع ورئاسة الديوان والمستشار الخاص لخادم الحرمين. نحن نملك الدعاء، وإذا وجد نصح فنستطيع أن نصل إليهم بإذن الله ونناصحهم كما أمرنا سبحانه وتعالى، وأن تناصحوا كما يقول صلى الله عليه وسلم: من وله الله أمركم؟ قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأمة المسلمين وعامتهم. فواجبنا واجبهم علينا نحن أن ندعو لهم، أن نلتزم بالبيعة الشرعية، أن نناصحهم، أن نشد من أزرهم، والواجب عليهم أيضا العدل والإنصاف وتحري الحق وخدمة الشريعة والبذل، كل البذل في حماية دين الدولة وأمن الدولة ومقدرات الدولة، ونوصيهم بتقوى الله في السر والعلن. شكرا لك شيخ عايض القرني على تواجدك معنا. فاصل قصير وبعده نعود إلى قراءة ساعة أخرى وقراءة سياسية لهذا الحدث مع الدكتور خالد أدخيل. ابقوا معنا.